رحنا الفاصل مع سؤال للكابتن محمد عبد الجليل. اتفضل يا كابتن محمد. الله يخليك. بس احنا بنتكلم على اللعيبه اللي بتيجي من بره. اللعيب اللي بيجي من محترف ده لازم يبقى سوبر قوي. يعني انا هسالك، بن شرقي حد دلوقتي عارف يسد فراغه شويه في الزمالك؟ حتى هذه اللحظه لا. بس ابراهيم انا ضايق ممكن يعني في المستقبل. ابراهيم ومصطفى شلبي. ومصطفى شلبي ممكن طبعا. بس برضو مش نفس كواليتي بن شرقي لما ختم في الزمالك. في الاهلي مين عندك في الاهلي دلوقتي السوبر اللي نقول عليه سوبر اللي بيكسبك؟ احمد عبد القادر مره ومره، برونو سافيو لسه ما رماش بياضه قوي، شادي حسين بيكافح. اذا لعيبه النادي الاهلي ما فيش اللعيب اللي هو او فلافيو زي ما انت قلت، فيليكس، عبد الله السعيد لما كان في الاهلي، وليد سليمان، تريكا، اللي هم الناس اللي كان عماد متعب اللي كان تيجي في ثانيتين يخلصوا لك الماتش. علي معلول ما يعملش فرق؟ كان زمان. يعني ايه كان زمان؟ يعني دلوقتي انت لو بصيت على الماتش علي ما طلعش طلعتين قدام زي زمان. يعني دلوقتي علي بيلعب بخبرته، ما بيقدرش يعدي نص الملعب كتير، ودي بتبقى اوردر من المدرب لان هو بيلعب عليه. سي شيكابالا لما نزل سعد زيزو بينقل ناحيه اليمين فمثبتينه، انما هو بدنيا وذهنيا ومش زي الاول، بدليل ان هو مش اساسي في منتخب تونس. ما يقدرش يديك الشغل اللي بيعمله من سنتين ثلاثه. علي كان احسن باك ليفت في افريقيا من سنتين، ودي حقيقه، وتلك الايام ندورها بين الناس. مش حدش بيفضل في مكانه على طول، مش معنى كده ان علي وحش. ممكن اناقشك شويه في موضوع برونو سافيو ده؟ اتفضل. برونو سافيو شوف استلاماته للكوره، تمام، شوف الكوره لما بتخرج من رجله بتخرج ازاي، صح، شوف الفينش بتاعه، خد بالك الكوره اللي عملها قليل قوي. الكوره اللي عملها في الزمالك دي كان عنده 3 او 4 تصويبات في مباريات ماضيه، كانت تصويبات مهمه جدا وخرجت بمسافه بسيطه. يعني عنده ميس باس قليل قوي، عنده ميس باس قليل، واستلامه للكوره، تصرفه في الكوره. انا ممكن بقى اخدها بصيغه ثانيه، قول لي مين في الاهلي عنده نفس القدرات ديت بنفس الاداء ده، اللي هو الاستلام الجيد، قفشه لما بيفوق، التمرير الجيد، قفشه لما بيفوق. انا ما حسيتش ان برونو بقى عالي قوي عن قفشه. قفشه لو فاق بس نص فوقانه بتاع زمان لا يبقى زيه. فانا عشان اجيب واحد لا، انا شايف ان برونو وليد سليمان كان قده 30 مره في الكوره، تختلف معايا؟ ما تختلفش معايا في دي؟ لا، هو انا مش هختلف ولا مش هتفق. هقول لك السبب. قول. وليد سليمان لعيب عظيم وكبير، بس لسه برونو لسه احنا بنتكلم دلوقتي. عنده كام سنه؟ لاعب واعد. يعني واحد ايه ده عنده 27 سنه؟ ما اقصدش مش لاعب واعد انه في العمر بتاع الكوره، واعد مع الاهلي ان هو بقى له 4 أو 5 ماتشات بيقدم مباريات بتقول انه غالبا الفتره الجايه هيبقى كويس. لكن مشوار طويل لوليد سليمان اقارنه ببرونو سافيو، مش هيبقى عادل لبرونو سافيو طبعا. لا، انا عشان اجيب لعيب محترف لازم يبقى من اول دقيقه حاطط رجله مكسر الدنيا.